النهاردة هنشرح تغييرات سيزون 14. أول حاجة اضافت إن بعد 4 دقايق ونص من الجيم هيظهر في الماب بوابات سداسية، كل بوابة هتنقلك لمكان تاني والكل داون 40 ثانية. من أول الدقيقة 1 لحد الدقيقة 8 لو مفيش طورات اتدمرت هتنزل لك أسلحة بشكل دوري في كل لين، وبتفضل موجودة على الأرض لمدة 50 ثانية. لما بتاخد السلاح بيبقى معاك 45 ثانية، لو مضربتوش هيروح عليك. أول سلاح لما بتدوس عليه هيكبرك بحجم عشوائي، وهتاخد باف يا في الدمج يا في الأتاك سبيد. تاني سلاح هيسخرك بنسبة 30% وهيزود سرعتك ل 30% لمدة 7 ثواني. تالت سلاح هيخليك كل لما تقتل مينيون هتاخد جولد او خبرة زيادة. السلاح الرابع عبارة عن جهازين تتبع بيطيروا لأقرب عدوين ليك، واول لما بيشوف العدو هيلبسوا فيه وهيعملوا سلوب نسبة 30% لمدة 5 ثواني على حسب المسافة اللي جريها الجهاز ورا العدو. السلاح الخامس لما بتدوس عليه وانت واقف جنب اصحابك هتاخده جولد، وبعد 3 ثواني هيرجع لكل واحد فيكو 15% من الاتش بي المفقود. السلاح السادس عبارة عن مدفع بيضرب 3 صواريخ على الطور، كل صاروخ هيعمل 7% من اتش بي الطور. السلاح السابع عبارة عن لعبة متفجرة بتفضل موجودة لمدة 60 ثانية على الأرض، ولو العدو قتلها أو وقتها خلص هتفرقع في وشه وهتعمل دامج لكل الأعداء القريبين. السلاح الثامن عبارة عن شعاع ليزر لو ضرب العدو هيعمل 80 ماجيك دامج وسلوب نسبة 30% لمدة 2 ثواني. نروح ناحية الريفت، الريفت القديم اتشال ونزل مكانه وحشين جداد، بيظهر أي واحد فيهم بشكل عشوائي بعد 5 دقايق من الجيم. وأول وحش لما بتموته هيبقى معاك، وتقدر تنزله في أي مكان على الخريطة، وبينزل بمية إنرجي. ولما بيضرب الطورات بيسحب 6 إنرجي في الثانية، أما لو بيضرب أي حاجة غير الطورات أو بره الفايت هيتسحب منه 1 إنرجي على كل ثانية، ودايما بيفضل الطورات عن الأعداء. أما الوحش التاني هو الميميك. لما بتقتله هتلاقي عند كل طور نوايا من الميميك، بتفضل موجودة لمدة 4 دقايق، لما بتروح تقف جنبها هينزل لك منها 3 ميكرو ميميك، وهيفضلوا ماشيين معاك لمدة 4 دقايق. مجرد ما بيقربوا من طور العدو هينطوا على الطور وهينفجروا فيه. البارون بقى هيظهر في الدقيقة 12 من الجيم، وكل لما تموتوه هيظهر بعديها ب3 دقايق ونص. لما بتقتل البارون بتاخد البفة اللي بتزودك في الابيليتي والدمج وبتقلل كل داون اسكلاتك، وهينزل التي هيك مشا في النكسس عندك تقدر تركبه لما تقف عليه لمدة 2 ثواني. ولما بتدخل جواه سكلاتك هتتغير لسكلات الديناصور. البيزيكاب بتاعتك عبارة عن رشاش بيعمل دامج على اقرب عدو. اول سكيل عبارة عن صواريخ بتروح على المكان اللي انت محدده وهتعمل دامج على الاعداء والطورات. تاني سكيل عبارة عن محيط، اي حد من اصحابك جوه المحيط ده هياخد شيلد وموف سبيد. تالت سكيل عبارة عن ضربة بالديل على شكل مخروط بترجع العدو لورا وبتعمل عليه دامج وسلو. اخر سكيل عبارة عن ليزر بيخرق كل الموجودين قدامك، ده غير ان الديناصور وهو جنب المينيون بيزود لهم الدامج بتاعهم وبيقلل الدامج اللي جاي عليهم.